دايما بيوصفوا افلامك انها افلام جريئه، شايف ان ده وصف ظلم افلامك، بيظلم تاريخك ولا بتتبسطي منه؟ لا مش ظلم، هو بصي هي الناس عاوزه اي كلام تتكلم فيه. النقاد نفسهم لما كانوا بيشوفوا افلامي ما كانوش بيشوفوا انها جريئه. اللي كان بيشوف الجرأة دي ناس في الزمن، انا طلعت في الزمن الصعب. يعني لما كل افلامي الناجحه في فتره نضجي كان في الزمن اللي ابتدت مصر تتقفل فيه، ابتدت تتقفل فيه، كانت مفتحه قبل كده، كانت مفتحه جدا، طيار الاخوان المسلمين وكل البلوك اللي احنا شفناه. اما الاخوان مسكوا مصر حسيتي بايه الفترة اللي مسكوا فيها؟ حسيتي هو انا بصراحة يعني بصي، هو اول حاجة عملتها ان انا قلت لازم يبقى عندي اي مكان اخر اقدر اروح فيه لو الناس دول حكموا يعني. والحظ الحلو انهم كانوا بيدوا فيزات، بيدوا اقامات في دبي، فعملت اقامة في دبي، اقامة عادية. ليه؟ خفت انه هم اول ناس، اصل انا كنت قبل كده اتحطيت في قائمة من قوائم الاغتيال مع جماعة كانت اسمها الوعد، منبثقة من الاخوان المسلمين، وكانوا اساتذة في الجامعة وبتاع، وكان الله يرحمه وائل ابراشي جايب لي 40 صفحة عن الجماعة دي، كانوا حاطين في قائمة الاغتيال نمرة واحد حسني مبارك، نمرة اتنين شيخ الازهر، نمرة تلاتة انا، لاني بنشر الفحشاء والمش عارفه ايه في المجتمع الاسلامي. هو انت على في قائمه الاغتيالات بتاعتك؟ لا، ما دي كانت قضيه معروفه، كانت محكمه عسكريه، وهو كان بيروح يحضر كان كصحفي. ووحيد حامد وصفوت الشريف، ويعني حطينا ونجيب ساويرس، كل دول كانوا. حسيتي بايه لما لقيتي ان انت على قائمه الاغتيالات؟ القائمه دي انا ابتديت احس ده زمان، انا ده قبل ما يبتدي. لا طبعا انا بصراحه اياميها ما كنتش حاسه باي حاجه، لان انا مثلا ايام ما اتقتل السادات حطوا لي الصوره بتاعه السادات في العربيه، وهو حاطين عليه المسدس كده وكاتبين لي المصير في الجراج. ده مصيرك، ده مصير، ده اللي جاي هتشوفيه. ده اللي جاي. فبرضه خدت البتاع وقطعتها ورميتها، سالت بتوع الجراج مين اللي حط الورقه دي، قالوا لي ما نعرفش، رميت الورقه ولا حاجه. بس دي حاجه ترعب على فكره، ترعب، مع انه جوزي قال لي روحي بلغي البوليس وقولي لهم يعني انه حصل كذا. قلت له يمكن واحد اهبل في الجراج مش عاجبه افلامي، كاتب مش عارف ايه، كنت واخده الموضوع ايزي خالص، ما كنتش. ما تعرضتيش لأي محاولة بجد؟ مرة كنت في الجراج ومتدخلة بالليل، انت عارفة احنا بنرجع بقى متأخر الساعة 5 الصبح و7 في التصوير، وراجعة بالليل لقيت 2 ملثمين دخلوا ورايا الجراج بموتوسيكل. أنا خفت، ما طلعتش من العربية، بس واضح إن هم مش هيضربوني برصاص يعني، بيسكون يضربوني بمطوة بتاع. فقعدت ادي كلاكس كلاكس كلاكس، كانوا بتوع الجراج كلهم نايمين، فلما هم شافوا ان انا خلاص مش نازله طلعوا من الجراج. كانوا واقفين وباصين لك ومستنيينك؟ لا، دخلوا يعني بالموتوسيكل ولفوا، بيلفوا بقى في الموتوسيكل حواليا يعني، حواليكي يعني ما في طرقه، ويروحوا ويرجعوا ويروحوا ويرجعوا، وانا بقى بكلاكسات جامده جامده، ولحظات رعب طبعا، وانت خافوا هيطلعوا ناس من السوياس. طبعا دي الوحيده، كانه عادي، هو مش عادي، عادي. لا هو موقف مش عادي، موقف اكيد كنت مرعوبه وانت فيه. ما هو لو حصل بقى، بصي انا قدريه جدا، القدر مش هتمنعي، صدقيني مش هتمنعي، عمرك ما هتمنعي القدر. بس لو في حد جاي يضربني بمطوه، ما هو انا ما طلعتش، انا من خوفي، انا ما طلعتش، انا ما طلعتش من العربيه وفضلت في العربيه وضربت كلاكس وبتاع الجراج. ما عملتيش حساباتك بعدها؟ ما قلتيش هيعملوا في الحاجه حاجة الوحيده اللي خفت عليها كانت بنتي صغيره، خفت ان يعملوا حاجه في بنتي. ولما حبيبه جت تدخل الجامعه، انا ما دخلتهاش الجامعه في مصر، ورغم ان يعني انا مش من النوع الخواجاتي وعاوزه بدخلها بره، لاني خفت في الفتره دي عليها من الاخوان بسببي. كانوا حاطينك في دماغهم، انت شايفه كده؟ حاطيني، انا حاطيني، لكن فخفت على البنت، فقررت انها تتعلم بره. وصل لك اي تهديد منهم تاني؟ طول عمر الوقت بيبعتوا لي انا ضد الحجاب، وقلت انا علنا اني كنت ضد الحجاب، وكنت بقى واقفه ضد كل التيار ده، فبالتالي اكيد يعني في مخهم في حاجه. في حد منهم معروف حاول يتواصل معاكي او يكلمك او يقول لك بطلي الكلام ده وكفايه بقى واسكتي؟ هقول لك حاجه، ايام الانتخابات انا قعدت قصاد واحد كده مره بقول انه طب نحاول نديهم فرصه يمكن يكونوا هيبقوا كويسين يعني، فبصيت لقيت دكتور ابو الفتوح بيكلمني.
حد قال له عبد المنعم ابو الفتوح, قال له انه الناس بتقول طب ما نديهم فرصه وبتاع. قال لي بصي احنا انا فلان, قلت له اهلا وسهلا. قال لي بصي احنا كانوا لسه ما دخل يعني كانوا بيبتدوا يدخلوا, فقال لي احنا بنشجع الفن واحنا مش ضد الفنانين واحنا ناس كلنا متعلمين ومش عارفه ايه والكلام ده. وهو كان يعني في فترة قالوا انه انفصل عنهم, الله اعلم انفصل ولا ما انفصلش, دي ما كنتش عارفاها. يعني بيقال انه كان كده وكده, انه كان كده وكده, لكن في النهاية طبعا كان لطيف بصراحة. ما اقدرش اقول لك انه كان معايا وحش في الكلام. عايز منك ايه؟ كان بيطلب علشان كان داخل الانتخابات, فعايزك تدعمني, عايزني ادعمه يعني. بس طبعا لما طلبوني لتدعيمه ما رحتش خالص. ايه رايك في الفترة اللي حكموا فيها؟ لا لا لا, شايفها لا, 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 لا بتقيميها ازاي؟ بتقيميها ازاي الفترة دي؟ بصي بقيمها انه دي مش مصر. يعني حتى لو كانوا نفسهم افكارهم ليها اي حاجه, بس دي مش مصر. الشكل ده مش مصر. حتى مش هقول لك التفكير, هسيب التفكير ونقول دول جزء يعني الطرف الاخر. انما الشكل ده مش مصر, دول مش مصر خالص.